الجيش الإسرائيلي. ينضم إلي في الأستوديو فراس خطيب الصحفي في بي بي سي. مرحبا بك فراس. يعني كيف ترى دخول غزة على خط التطورات الأمنية الأخيرة في نعم. الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية؟ يعني هنالك تصعيد واضح، هذا التصعيد هو عمليا تصعيد شعبي بدأ في القدس، امتد إلى الضفة الغربية، في أراضي داخل الخط الأخضر، القرى والمدن العربية أيضا كان لها حصة من هذا التصعيد. هنالك العديد من الاحتجاجات، واليوم دخلت غزة بشكل واضح إلى هذا الحيز. عادة ما كان مألوفا في الماضي أن تقوم يعني تنظيمات من قطاع غزة بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، لكن ما حدث باليوم كان مفاجئا على المستوى الشعبي، وأيضا يعني ما دفعه الغزيون أيضا كان مفاجئا على حد سواء. اقترب عدد من الفلسطينيين إلى الحاجز، إلى الجدار بين إسرائيل وبين غزة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين. حتى هذه اللحظة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تعلن كيف سيكون ردها، لكن دعوات تكون إلى انتفاضة فلسطينية شاملة كالتي حدثت يعني كسابقتيها. هنالك يعني اختلاف كبير بين ما يجري اليوم وما حصل في العام 2000. تسميات الانتفاضة جاءت بعد أن انتفضت الناس، يعني لم يتم توقع هنالك انتفاضة لا في الانتفاضة الأولى ولا في الانتفاضة الثانية. الفلسطينيون والإسرائيليون وجدوا أنفسهم بعد سلسلة من الأحداث ومن التصعيد داخل ما سمي فيما بعد بانتفاضة. اليوم القضايا تختلف، هي تشترك بقضية واحدة وهي أنها بدأت من القدس. القدس هي الشعلة التي يعني أشعل على كافة الجبهات. هذا ما حدث في العام 2000 وتطور في العام 2002 إلى يعني إلى ما سمي إسرائيليا بالسور الواقي ودخول الدبابات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية. اليوم أيضا بدأ في القدس، ولكن يتخذ شكلا آخر، يتخذ شكل عمليات فردية، يتخذ شكل لا توجد تنظيمات تلعب في هذه اللعبة العسكرية. هنالك يعني أفراد في مقابل السلطات الإسرائيلية العسكرية، بالإضافة إلى عمليا احتجاجات التي رافقت هذه المبادرات. ما هي الرسائل التي وصلت للساسة الإسرائيليين بعد هذه التطورات الأمنية؟ يعني بشكل غير متوقع كانت سياسة نتنياهو يعني تعتمد أن الخطر يأتينا من إيران، ما الذي تغير الآن؟ أنت محق في هذه النقطة. عمليا نتنياهو في السنوات الماضية ركز على القضية الإيرانية، وضع القضية الإيرانية في سلم الأولويات الاستراتيجية في إسرائيل، ولكن بطبيعة الحال توقفت المفاوضات مع الفلسطينيين ولم يجددها. دعا الفلسطيني إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهذا ما لم يفعله الفلسطينيون، وعمليا أهمل الملف الفلسطيني. إذا نظرنا إلى خطاباته في الأمم المتحدة بدأ في قضية إيران وأعطى قسطا صغيرا فقط للقضية الفلسطينية، لكن القضية الفلسطينية انفجرت في نهاية المطاف كما توقع الكثير من المتابعين لهذا الحدث، وأيضا هذا ما حذر أيضا الفلسطينيون. من سمع نتنياهو بالأمس فهم أن هنالك قضية إشكالية. نتنياهو لا يزال يتحدث عن القضية الفلسطينية بالمنظور الأمني ليس بالمنظور الاستراتيجي. هو يبحث عن حلول يومية لقضايا أمنية، كيف يعني يردع الفلسطينيين وأن يحل القضية الأمنية، لكن من دون أن يعطي حلا استراتيجيا طويل المدى. زميلي فراس خطيب.